بهذه الشعارات أحيا الصحراويون الذكرى العاشرة لملحمة إكديميزيك، ملحمة جسدت هبة الشعب الصحراوي الشاملة ضد الاحتلال المغربي. تدمير مخيم إكديميزيك بالكامل لم يزيد الصحراويين إلا إصرارا على مطلب تقرير المصير. هذا مخيم 30,000 نسمة و 8,000 خيمة تم تشييده خارج مدينة العيون المحتلة ابتداء من يوم 10 أكتوبر 2010، واستمر هذا المخيم حتى 8 نوفمبر 2010، حيث هاجمه جيش الاحتلال المغربي من داخل الأراضي المحتلة وأشعلوا فيه النار، وبهذا أصبح هذا المخيم ملحمة. أمينة حيدر رمز نضال وصمود الصحراء الغربية أبت إلا أن تشارك في إحياء ذكرى ملحمة إكديميزيك. هذه المناضلة ترى في افتتاح قنصليات بعض الدول بالعيون المحتلة محاولة فاشلة لكسب المغرب شرعيته على المنطقة. كلمة أمينة حيدر جاءت أمام ممثل سفارة جنوب إفريقيا. نعلن باسم الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي رفضنا التام لمحاولات المغرب توريط بعض الدول الإفريقية وغيرها في مغامرة الاستعمارية في الصحراء الغربية عبر فتح أكشاك فساد ولا أسميها قنصليات اشتراها بالرشوة وبالمقابل المادي اعتقادا منه أنها ستعطيه شرعية لا يملكها في الصحراء الغربية. الجزائر لطالما أيدت مساعي الشعوب التواق للحرية، ها هي اليوم تجدد موقفها بدعوة الهيئات الأممية احترام موقفها إزاء القضية الصحراوية. هذا هو المشكل اللي مطروح اليوم، تنظيم استفتاء تقرير المصير، والمشكل هو على مستوى الأمم المتحدة وبالتحديد على مستوى مجلس الأمن. من جهة لائحات اللي تعترف بتنظيم استفتاء تقرير المصير في فائدة الشعب الصحراوي بالعشرات، ولكن من جهة أخرى شيء ملموس في الميدان. إكديميزيك محطة من محطات نضال الشعب الصحراوي، فرغم تدمير هذا المخيم إلا أن ذلك لم يقضي على آمال وطموح الشعب الصحراوي في نيل استقلاله.